بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند من بخيرت هودا نقل حديداي ملكستي او العالم كتشوكتان مقال كيبوني يدي كسو غاريو كنا سو دواد وركي في نمو يدي كمانيا استوديا دي حي ستار تي في كله يهي مقالة ده هرقيسة وحان يدي ورمي دونتها دير برالي كنقضو اني قو نشات فرحان عليا وده بدا ورك عالم كاتكو داوان دونتها انو حاكمي دا دوميا غولا غورتي دا سومالي لان سليمان محمود ادنا ياسو دوويي غوانكي محكمة دا سراي كسو سارتي دورشي دي اقل كغولا ها وكيلة دا سومالي لان وحانا وشيغي اني اقو سيهين دورشي دي كدا عدي هالكاسي وسارد دا وحبرشي دا سومالي لان ايا وحي سو بندقتي مغا عيو ايا نمبر راي شيغي اني ليهين معلمين لو كولا حايد ان اردي دي سند كانوا فريستي امتحانات كاي هلان شوابو سلادين مسلحة دو تشوغي عيلة فوي ايا سعودة الكو تغي ديگان ندي اي علاد دو سوكي يسامي سي ديگان كاسي قدومي احس بيغ معارد كي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا كقب غري حفرة دو سو دوين ايا بيلها قبوية ديگا قبل كسناء قدومي اكو حيين كلا بعد احس بيغ كلمية احمد عبد الدير ايا سو دوي قوان كاي محكمة دا سريكا سو سارتي خلاف كي كده شي دورشة دي قدوم يها قولوها وكيلة دا سومالي لان وسارة دي عيارها سوماليا يا شيكتين كور لو قاد دونو عيارها سوماليا وسيركا وسارة داريمها قدوها يا سومالي لان يا كولان لي يا شي جينا عصدت دا مقارة دا لاسعانو agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda degdegga magaalada Berbera. Wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi ayaa masuuliyiinta gobolka Sanaag waxa uu ku wareejiyay baaskiilada iyo mootooyin loogu talagalay dadka curyaaminta ee ku nool magaalada Cirigaabo.